اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم الاهلي في كل مكان. نورني وشرفني الاستاذ سامي عبد الفتاح، مدير تحرير جريده المساء، منور الدنيا. اهلا كابتن، عامل ايه؟ انت اكثر والله، وحشنا. كله تمام، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. عندنا حاجات كتير، عايز تدخل في قضايا، عايز تدخل في جماهير، عايز تدخل في دوري افريقيا. انا لا طبعا، احنا مقبلين على موسم كروي جديد، القضايا كتير زي ما حضرتك بتقول، ونتعشم بس ان ايه يعني نشوف صوره جديده لجماهيرنا في الملاعب. يعني اصبحت الملاعب بدون يعني بهجه كاس العالم كانت في الجمهور حقيقه. بالظبط. ومش هنقول حاجه جديده ان الجمهور هو روح اللعبه، وكل الكلام ده معروف. احنا عايزين بس يعني قرار قوي جدا لكل مسؤول في الدوله، وان يكون في اتحاد الكره يعني بيسعى جديا للمساله دي، لان احنا يعني انا شخصيا ذهلت ان بعض الانديه بترفض عوده الجماهير لاسباب غير مفهومه، ربما لان ما عندهاش جماهير اساسا، او لانها شايفه ان المعادله هتبقى قاسيه جدا عليها في حضور مثلا جماهير كبيره زي جماهير الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد الاسكندري. فلقوا ان المساله سهله جدا، وهم بيلعبوا الوقت يعني في كائنات كرويه بتحاول تكبر. بس طبعا يعني الضغط جماهير يعني هينزلها تاني، هينزلها تاني او هيضايقها يعني في مشوارها. فبعض الناس في اجتماع اتحاد الكوره رفضت عوده الجماهير، او يعني شايفه ان المساله مش وقتها، او يعني لكن المساله كده وصلت لاخرها يعني. فمساله عوده الجماهير نتمنى ان هي يعني تكون جاده هذا الموسم وبارزه كمان يعني باعداد كافيه. يعني مش هنقول عوده مفتوحه، عوده تدريجيه تشجعنا ان احنا نزود من وقت للتاني، من الدور الثاني وكاس مصر وهكذا، عشان ما يصحش الكره المصريه تبقى بالحاله دي لعده سنوات. يعني داخلين في 7 سنوات دلوقتي. بالظبط يعني بالظبط. فمساله يعني زادت عن حدها، واتمنى ان احنا دي القضيه الاكبر اللي اتحاد الكوره يعني يجب ان نهتم بيها مع قضيه المدرب المنتخب يعني المجهول ده. يعني وسامي، انا استغربت بصراحه لما اسمع ان في انديه مش عايزه جماهير. يعني ايه ده الجماهير حتى دافع للفريق التاني؟ يعني انا كاهلي لما بلعب مثلا مع امبي او بتروجيت، اللي هي الانديه الجماهيريه قليله، اللعيب بامبي وبتروجيت بياخدوا من جماهير الاهلي دافع ليهم بالظبط، عشان يقول لهم بصوا احنا لعيبه كويسه ازاي، واحنا واحنا واحنا، وشفنا نماذج كتير جدا. ما هو اللعيب كويس بيظهر قدام الجمهور، بيظهر قدام الضغط ده، حتى لو ما فيش جمهور في ظهره، يعني انما هو قادر ان هو يعني يواجه هذا الضغط ويواجه جماهير الفريق المنافس، بيعلى هو مستواه وبيكون على قيمه عاليه يعني. انما دي حقيقه، ان يعني في انديه طلبت عدم عوده الجماهير في الوقت الحالي، دي حقيقه انا ما بفرضهاش. وده مطلب عقلاني يعني؟ لا ده مرفوض تماما يعني، هي معادله يعني معادله اتخلقت حديثا في اذهان بعض المسؤولين في الانديه، ان الدوري كده ماشي كويس قوي، وان النهارده في انديه يعني مش هسمي انديه طبعا مع احترامي لكل الانديه، اصبحت بتخش بتقترب من المربع الذهبي وتنافس الكبار في ظل تساوي الظروف الاستثنائيه دي، ان مفيش جماهير في الملاعب. 100 و200 و300 ده كلام فارغ طبعا. في ملعب زي استاد القاهره ولا استاد اسكندريه ما تحسش بيهم. فطبعا الامور كده المربع الذهبي لعيب ضد لعيب ومدرب ضد مدرب، ما بقاش فيه العنصر المؤثر قوي اللي هو الجمهور. يعني المربع الذهبي السنه اللي فاتت كان مين؟ اهلي وزمالك؟ يعني نفترض مثلا يعني في الموسم اللي فات كان المقاس ماشي كويس قوي في مثلا مثلا يعني مثلا الاسيوطي شفناه في. انا ما اعتقدش ان مصر المقاصه هيطلبوا عدم عدد الجماهير. انا ما بقولش، لا ده انا ده بقول لا. بس ان يكون لا لا لا، عشان بس الساده المشاهدين يعرفوا كمان، اصل مصر المقاصه كمان اللي هو محمد السلام اعتقد يعني انا ما بقولش مين اللي طلب ومين اللي ما طلبش. يعني انا ما بحددش مين اللي طلب ومين ما طلبش. انا بقول في انديه مسؤول الانديه طلبوا عدم عوده الجماهير في الوقت الحالي. انا بتناقش مع حضرتك في المربع الذهبي، يعني السنه اللي فاتت كان اهلي وزمالك ومصري واسماعيلي. بالظبط كده، بالظبط الاربع انديه جماهيريه. وهي واضح ان المعادله هي بالظبط. يعني برضو الثقل التاريخي لفرق كبيره برضو بيأثر، انما طبعا لما نشوف فرق يعني بتحاول، بس يعني بتحاول
بدون المعادله دي، بدون معادله البحث عن الجماهير او وجودها او عدم وجودها يعني. ده فكره لما طبعا يعني احنا بنخسر الكره المصريه كتير يعني. احنا يعني هنضيف على النقطه دي نقطه اخرى، ان يعني هل يجوز جدا انه لاعيبتنا في كاس العالم، منتخب مصر في كاس العالم، حصل لهم حاجه في تركيزهم لما تواجدوا قدام الالاف المؤلفه دي من الجماهير، حتى رغم ان التواجد المصري كان قوي جدا في المدرجات، انما يعني ان هي تلعب قدام جماهير بقالهم مثلا سنوات ما لعبوش، بعض اللاعبين في منتخب مصر ما لعبوش قدام جماهير خالص يعني، يعني بعضهم لما في اللعب كمحترفين لعب بره، وفي بعضهم يعني كبير السن شويه شاف الجماهير دي قبل 5 6 سنوات، شاف الجماهير في ملاعب، البعض الاخر ما شافش جماهير نهائي يعني. ف التشكيله مع على بعضها امام ضغط جماهير ومسؤوليه يعني مساله المونديال وكاس العالم كانت اكبر منهم كتير، ده من احد الاسباب اللي خلتنا مش مبسوطين يعني مع منتخبنا. يعني السبب مثلا ال 99 ده يعني اسباب كتير قوي. هنخلي السبب ده 99 يعني ماشي. الاستاذ سامي بيقصد السبب ده يا جماعه 99 عشان بس ما حدش يزعل من الاستاذ. لا ده طبعا لا، هو سبب من الاسباب البعيده، انما في اسباب اخرى كتيره اكيد، اسباب كتير جدا. لا اسباب يعني مش وقتها في الحلقه يعني خلاص هو يعني